طيب دكتور، خلينا نروح لمباريات الغد. بالنسبة للديربي الرياض أول شيء، أعتقد أنه صحيح الكفة كلها للشباب كجاهزية وكمستوى وكأداء، ولكن الهلال في مثل هذه المباريات من المستحيل لا يرشح. أنا أراها أقرب للتعادل وتعادل إيجابي بشروط حسب طريقة وأسلوب كل مدرب. برأي الشباب إذا أنه لعب بنفس الأسلوب اللي لعبوا في كل الجولات الماضية حيعاني بشكل كبير مع فريق الهلال، لأن الهلال أمام الفرق اللي تلعب باندفاع عالي في المرتدات شفنا هذا الموسم من 9 أهداف تقريبا 3 إلى 4 أهداف كانت كلها من تحولات هجومية يمتلك الحلول، بالإضافة إلى أنه المساحات اللي يصنعها الشباب في حال الدفاع الهجومي حيستغلها قوة الهلال، أتكلم عن ماريغا وحتى ميشيل وحتى إيقالو، فهذه خطورة. أنا أشوف أنه ممكن مدرب الشباب يغير أسلوبه في ثلاثي عمق الميدان، وجود حسين القحطاني مع كروتشوفياك ومع ماريغا أعتقد أنه حل مهم، بالإضافة للعب الثامن اللي إشكالية للشباب. أنا برأيي أنه وجود أرون سالم من أهم العناصر لفريق الشباب في هذه المباراة، لأنك أمام أقوى جبهة لفريق الهلال وعنصر عنده إنتاجية كبيرة، بالإضافة إلى وجود كارلوس اللي يفضله على جوانكا. هذا للشباب. للهلال الإشكالية في الغيابات، ونتفق أنها غيابات مؤثرة، ولكن عودة جانك عادة كثير من التنظيم الدفاعي، يحتاج الهلال أول شيء ثبات بديل ياسر الشهراني، شفنا أكثر من مرة كان فيها حمد اليامي وفي مرات يكون فيها سعود عبد الحميد، فأعتقد أنه وجود ناصر الدوسري هو الأسلم بحيث أنك تحافظ على سعود كجبهة يمنى قوة مع ماريغا، بالإضافة لعمق وسط الميدان وهو السر لفريق الهلال اللي ممكن يصنع له الحلول ويصنع له القوة أمام أقوى خط وسط بدورينا، وأتكلم عن فريق الشباب اللي يمتلك حلول أطراف هجومية كارون سالم وحتى كارلوس، بالإضافة إلى ثنائي في وسط الميدان بانيغا وكريتشوفياك أعتقد أنها ثنائية عالية الجودة، فوجود كويلار حيضيف قوة دفاعية، كاريو كذلك معه، أنا أفضل ممكن يكون مصعب الجوير أو ممكن يكون بيريرا، وأعتقد أنه مصعب الجوير يفضل عليه، هذا كوسط ميدان. فمن هذا التشابه ومن هذه الأمور الفنية برأيي أنها أقرب للتعادل الإيجابي.